أنا بدي أساعد حالي وأساعد أهلي وأعمل المشروع وأساعد حالي وأساعد أهلي ونعيش. هذا ما يطمح له معاذ من أجل أن يكون كغيره مفيداً وليثبت أن الشخص المعاق قادر على وضع بصمته في المجتمع دون أن تمنعه إعاقته بأن يكون إنساناً منتجاً. استنهضته الفكرة بعد أن كان طرح الفراش ليبدأ بها واقعاً يحقق من خلاله ما يصبو إليه دون الحاجة لمن حوله أو سعياً للحصول على مبلغ مادي فقط. أنا بدي محل أعيش من وراه، يعني مش كل شوي بدي اروح اطبل على الشؤون، وهذا عندي صار يقول لي انت بتفيدش المجتمع بشي وبدك تضلك نايم. انا بدي احط فيه حوايج للصغار، بوزة، ايش زي هيك، يعني نعيش فيه، نعمل فيه عيشتنا زي الهواء، يوم منلاقي الشكل ويوم منلاقيهوش. رغم إعاقته فإن الأم استطاعت أن تنسجم وإعاقة ولدها لتكون له الشمعة المقدسة التي أضاءت له ليل الحياة بتواضع وفائدة دون مقابل، لجعله طفلاً ذكياً يتغلب على ما أصابه بصفاته الرجولية لبلوغ هدفه بجهده متعففاً. بلش من بسطة صغيرة، وهاي البسطة الصغيرة صارت تساعد معاه انه تجيب اخرى شيبسات وشو شغلات بحبوها الصغار نعمل لهم اياها. فمعاد صار يفكر في شغلات احسن، انه بده يحسن وضعه. شجع ابوه انه يبني له المحل، بقى ابوه قاعد يعني ايامها ساعد عمل له المحل، بس يعني تكلف عليه ديون. بنأمل من وجوه الخير انهم يساعدوه في محل، يدعموا له المحل، في انه يصير له حياة مستقلة له، انه يعني ما تضلش يفكر حاله انه عاجز. يعني ابني من الحمد لله رب العالمين من فرشة كان نايم عليها لصار يفكر انه بده يصير اشي في المجتمع، والحمد لله يعني لسه هو احسن من اي انسان قاعد بمشي عجره وقاعد بفكر شو يعمل. الحمد لله طموحه اعلى من هيك. قد اكد معاذ اليوم من خلال طموحه ان لا اعاقه مع الاراده، فماذا لو اجتمعت المؤسسات الراعيه لهذه الفئه ودعمتها معنويا اكثر منه ماديا دون محاوله لكسر ارادتها واحلامها. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.